في شيء اسمه ارتجال. في برنامج المسابقات طارق مول في فقرة جميلة هي كرام الضيف. شبتنا سيارة. لا لا سيارة جائزة فلوس. أنا جايب لكم كرم بس لقيت الكرم عندكم أكثر مني. الله يسلمك. الله يسلمك ويبجيك. ما يندرى هذا نقد لاذع. لا والله أنتم الله يسلمك مشكور. شو بقول لكم شيء. هنقول عن الفوز عن اللي فازوا معاك والسيارات ويعني ما شاء الله هالمرة ما في وايد برامج ومسابقات يعني. أول شيء أشكر الأهم. الشكر من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نعم. الشكر لله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق ومعالي وزير الإعلام وزير الشباب يعني احنا نسمي الأخ الكبير الشيخ سلمان محمود الصباح بصباح والأخ أيضا المتواضع أيضا وكيل وزارة طارق المزرم. الأخ يوسف مصطفى وكيل شؤون تلفزيون. الأخ محمد الشمري وكيل الشؤون الإدارية والمالية. السيد محمد العواش نعم. الأخ محمد المصري عادل عطلة. في أسماء ساعدتنا أن نقدم هذا العمل في التلفزيون وأنت تستاهل. الله يخليك وسامحني اللي ما قلت اسمه طبعا لكن الأخوان أركان الوزارة طبعا أيضا أخونا مشجع كبير الشيخ فهد المبارك. أكيد أيه مبارك ما شاء الله. هذا البرنامج أخذنا إحنا ورحنا حق الشركات. للأمانة هم ترددوا بعض الشركات وعدونا وترددوا أيه؟ ومن حقهم ما نقصب أي شركة تدش معانا قصب أكيد. لكن احنا كنا نجيهم مو عشان طارق يدشون عشان تفزون الكويت تفزون أيه؟ دولة الكويت طبعا يعني إذا احنا ما ندعمه كشركات يعني احنا خلنا أقول عبطها يقول يعني نبيها الشركات خيرها منين هالخير اللي يجيها منين من الكويت, من الكويت. طبعا تبخرون على تفزون الكويت بالرعايات هي مو قضية انك تدش دعاية ولا انا سوري بهالكلمه اشحت عشان تدشون عندي ومو داش بجيبك كله هدايا حق الجمهور. في نقطه مهمه الناس تبي اهم تعرفها انا لما اجيب شركه في شركات قال نعطيك جوائز بس هذا في شيء وزير الاعلام مشكورا لحد معين في امور قانونيه صحيح. اليوم الاعلان التجاري محكوم بقانون دوله هذا مو أكيد. قناه خاصه بمزاجهم يعني ابو صباح حاول يساعدنا الاخ طارق الاخت انا دائما منيره الهويدي ايضا هذه ورده الوزاره حبيبتنا اختنا حاولت تساعدنا لكن في قوانين لوائح فاي اقول انا هالنظاره من نور عبد الله تعال ادفع اسم المعلن بتحط اعلان في الاستديو يطلع فحل هذا اللي احنا حاولنا نفهم الشركات ان انا لما تعطيني جائزه تعطيني كاش وياها علشان انا اغطي الشغل الوزارة طبعا شباك لا يسألون الوزارة ديوان المحاسبة لأنه تعرف شفت ما فيه بعض الشركات حط له شروط بعض قال لي أخوي عيسى وجه له تحية بس عليه أبو عبد الله المغامر صراحة قال لي كم سيارة ناخذ شرينا سيارات من حسابنا الله من حسابكم انت اي نعم من حسابي مو شوية. ست سيارات ما شاء الله وشوفر لي هذي لي اي الجوائز شرينا اجهزه الكترونيه يعني كل حلقه اقط لي 6000 دينار هدايا زين اي 7000 قلت ولا منه تحد ولا منه تحد انا يوم رحت اهني سمو الامير او ثالث يوم رمضان عسى الله يعود علينا وعليهم اللهم امين قاعد الشيوخ الله يحفظهم يقول ها يلا يلا انا لان رحت ثالث رمضان عشان اشوف رده الفعل شفناك مع المهنين حتى قلت بحلقتك انا شفت الحلقه الصراحه إيه نعم. سمو الامير طبعا مستقبل عيال الكويت كلهم ف يسالوني شيوخ سمو رئيس مجلس الوزراء يقول لي ها شو البرنامج يلا شد الحيل كلهم قاعد يشجعوني بس ما الناس ما تدري ان انا شاري هذا كله على حسابي سيارات على حسابي كل شيء على حسابي شركات في منهم الله يجزاهم خير شركات دفعت باللي وبعدين احنا حطينا انا ما الزمك تدفع ل 100000 في عندك اكثر من سعر تقدر تدش معانا صحيح الشركات ما كانت واثقه اي وبعضهم خنك اقطها على البراد انه يقول لك ها تلفزيون الكويت ليش في تلفزيون الكويت تلفزيون الكويت تلفزيون طلع هالقنوات هذه اكيد ويستاهل حتى لو انت تقول مو مشاهد يستاهل الكويت يستاهل انك تحط فيها وتلفزيون الكويت الان انا ادش دواوين ما امدح عشان الوزير يقول لي شكرا الكل يتابع تحول اتش دي تغيرت امور كثيره الشباب اللي بالوزاره
من قياديين اليوم تلفزيون الكويت بثه تقعد طالع كانك تطالع قنوات اوربت ولا ام بي سي ولا هالقنوات اللي اكيد قنوات مهمه اكيد وصار تلفزيوني انا من الاولين ترى انا ان شاء الله حادني يبا ما ابي مسابقات رمضان اقعد اقط شيء من جيبي لكن اقسم بالله ولا ترى عشان يقولون طارق كفو لا لان انا ابي اقول حق الناس ان تلفزيوننا يستاهل وهذا لا خير على رقبتي يشتغل احنا نقول من كريم الى مستحق اكيد هذا واجبنا تجاهه لان افتحوا لي بيبانهم الوزاره اكيد وبصباح كل ما جاب لي يلا انتم عيالنا والان الاعمال الدراميه الكويتيه كلها مكتسحه تلفزيون الكويت الحمد لله.